برحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بدرسنا. طبعاً انتقلنا الآن للوحدة الفصل الثاني من الوحدة الأولى، واللي هي المستقبلات الحسية. بعد أن أنهينا صحة الجهاز العصبي، الآن المستقبلات الحسية. المستقبلات الحسية بالبداية الصورة اللي أمامنا، يعني اللي بيشوفها هيك بيقول شو هي. هي عملياً كل الدرس اللي بدنا نحكي، الدماغ والنخاع الشوكي وكل الجهاز العصبي اللي درسناه درس الماضي، عمليا هو لا ينفع أبدا ولا يقوم بأي دور لولا المستقبلات الحسية. المستقبلات هي نوافذ هذا الجهاز على الوسط الخارجي للجسم وعلى الوسط الداخلي أيضاً، فالعين، الشم، السمع، كل هذه النوافذ الحواس هي تعلم هذا الجهاز عما يدور في الوسط الخارجي. أيضاً المستقبلات الحسية الداخلية التي توجد في كل الأماكن بالجسم، بالعضلات، بالشرايين، أينما كان توجد مستقبلات تعلم الجهاز عما يدور داخل الجسم، وبالتالي هذا الجسم يصبح على دراية بما يحدث فيقوم بعمله، وهو التحكم بهذا الجسم وعلاقته مع البيئة الخارجية. فهذا بالنهاية كل اللي حكيته هو مفهوم الخلايا العصبية. وعم تلاحظوا الآن بالدرس الآن أنا بديت بالعكس، بديت بدرس كما هو عندي يعني، وبعدين بننتقل لكتابنا. فهون واضح يعني حلو جميل جدا إني أنا يعني أكون على دراية بما يحدث بالوسط الخارجي، من إما كان برد أو حرارة، فلأنه الجسم يتأذى جدا بالحرارة المنخفضة أو بالحرارة العالية، لذلك حتى يعلم الجسم عن هذه الحرارة زود بمستقبل موجود في الجلد بكل أنحاء الجسم، يستطيع بهذا المستقبل أن يستعلم وبالتالي يتجاوب مع هذه التغيرات في البيئة، إما بتدفئة نفسه أو بالهروب من الحرارة العالية وبالتالي حماية الجسم من هذه الحرارة. فهذا كله تعريف الخلايا العصبية الحسية، خلايا الحسية، فهي خلايا متحسسة، عفوا خلايا متخصصة لاستقبال التنبيه من الوسط ونقله إلى المراكز العصبية حتى يستطيع الجسم الاستعلام عن البيئة والتكيف معها. قد تكون هالخلايا مفردة أو متجمعة ضمن أعضاء مثل العين والأنف واللسان وكل هدلون الأعضاء الشمية. طبعاً هذا هو عضو الشم مثل ما بدنا ندرس بدرس الشم. الآن تصنف الخلايا الحسية إلى نوعين من التصنيف. التصنيف الأول هو حسب منشأة الخلايا العصبية. طبعاً اللوحة اللي أمامنا بالمنتابع يقول كل ما قلت قبلاً سابقاً أن الدماغ لوما الخلايا العصبية هو يعني لمبة مطفية، فلما لمبة داخلية فقط يستطيع أن يستعلم زود بهذه النوافذ اللي هنين الخلايا الحسية. فحسب المنشأ الخلايا الحسية إما أن تكون أولية أو ثانوية. هلأ هو هيك يعني، يا أما مستقبل أولي أو مستقبل ثانوي. طيب ما هو الفرق بيناتهم هيك ببساطة حتى بعدين نرجع له؟ ننتبه لقصة نحن منعرفها من زمان، أنه الخلية الحسية هي كأي عصبون، قادر على تشكيل السيالة ونقلها، قادر على التنبه ونقل هذا التنبيه، مظبوط؟ والخلية العصبية الحسية غالبا ما تكون، مغالبا دائما، إما أن تكون وحيدة القطب، أحادية القطب أو ثنائية القطب.
طبعا الأحادية والثنائية دول قصص بنعرفهم من زمان، لكن المهم أنا بالنسبة إلي الخلية العصبية الحسية هي جسم خلية وإلى استطالة هيولية ومحور فرعين. تمام، من نقوله أن فرع يذهب إلى مكان المستقبل اللي هو الاستطالة، والفرع الآخر الذي ينتقل إلى المركز أو يصل إلى المركز واللي هو المحور. تمام؟ الآن هذه الخلية العصبية الحسية إذا كان النهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين الخاصة بها هي التي تقوم باستقبال التنبيه ونقله إلى المراكز العصبية، عندها يكون المستقبل الأول. إذن هيك لما كانت الخلية العصبية نفسها استطالتها، طبعا من نقول نهاية مجردة من النخاعين، نحن شاطرين من إيش نعرف ليش هي مجردة، لأنه إذا كانت محاطة من النخاعين لن تستطيع أن ننبهها، مظبوط، لأنه عازل النخاعين. طبعا نهاية استطالة، لأنه الطرف اللي بيروح لعند مكان التنبيه هو شو بيكون؟ استطالة. شو يعني طرف؟ يعني الخلية العصبية إلى الفرعين الأساسيين اللي هي الاستطالات ومحاور. يا سلام، فالنهاية الاستطالة الهيولية هي اللي بتصل إلى مكان التنبيه وتكون أداة الحس هي نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين. طب هذا مستقبل أولي. طب المستقبل الثانوي شو هو آنسي؟ ببساطة ببساطة يصبح بين النهاية المجردة من النخاعين وبين المنبه واسطة، هي الخلية الحسية المهدبة التي تكيفت لاستقبال التنبيه ونقل هذا التنبيه عبر مشبك بين الخلية الحسية وبين أداة الحس، ثم تصل التنبيه إلى المراكز العصبية. إذن دائما، يعني أنا هيك ببساطة بفهمها، إنه دائما الخلية الحسية هي العصبية هي المسؤولة عن التنبيه، لكن إذا كانت الخلية الحسية العصبية نفسها هي التي تستقبل التنبيه فبنسميه أولي، أما لما بيكون في واسطة فبنسميه ثاني. إذن هذا هو المنشأ تصنيفه، لكن هون تصنيفه حسب طبيعة المنبه. يعني أنا عندي المستقبلات الخاصة بالتذوق، الخاصة بالشم، هي مستقبلات كيميائية، لأنه المادة ذات اللي عندها تعطينا تذوق هي مادة كيميائية، والمادة ذات اللي بدها تعطينا رائحة هي مادة كيميائية، فنسمي المستقبل اللي هن خاصين فيها التذوق نسميهم مستقبلات، بنسميهم مستقبلات كيميائية. المستقبلات هي شمية، المستقبلات السمعية الصوتية، مستقبلات الضوئية اللي هن حسب المنبه لدينا مستقبل إجباري مثل ما بنشوف خلال درسنا الطويل. لذلك تتصف المستقبلات جميعها بأنها نوعية. شو يعني نوعية؟ أي أن كل مستقبل له منبه خاص به، أو كل منبه شو له؟ مستقبل خاص به. تمام؟ فهي بالنسبة للمستقبلات، وهذا كتابنا. ننتبه إنه الشرح اللي حكيناه كله، فعنا خلايا حسية تتلقى تنبيهات من الوسطين وتحولها إلى سيالات ترسلها إلى المراكز، فهذا فينا نضيفه لتعريف الخلايا العصبية. واللوحة هم مهمة جدا، نقول فيها إنه كل مستقبل، تصنيف المستقبلات حسب نوع المنبه، نحن هون مسمينه نوع طاقة المنبه، طبعا الضوء طاقة والاهتزازات الصوتية طاقة، كلياتهم ننتبه لهم هدلون. هلأ المهم جدا نقول إنه تتميز المستقبلات بأنها نوعية، تكيف كل نوع لاستقبال منبه نوعي خاص به، يعني ما حدا بيشوف بأذنه، ما حدا يتذوق بأنفه، صح؟ لكل منبه مستقبل خاص به. الشيء المهم اللي بدنا نقوله إنه يعمل المستقبل الحسي
على تحويل طاقة المنبه إلى إحساس. يعني كيف؟ يعني اللي ببساطة هيك كمثال، اللي بيخلق أعمى هو عنده لم يرى الضوء بحياته، فهو هذا الشخص لا تعني له الرؤية أي شيء، تمام؟ يعني الضوء ما بيعني له شيء، الضوء موجود، لكن لو ما الخلايا العصبية في العين اللي هي تحول طاقة الضوء إلى رؤية، إلى إحساس، إلى رؤية الأجسام، فالضوء ما له معنى. فهي معناها المنبه عن طريق المستقبل الحسي يتحول إلى ماذا؟ إلى إحساس. لو ما المستقبل المنبه لا يعني شيء بالنسبة للجسم أبداً، فلذلك شو قايلين؟ يعمل كمحول بيولوجي، يحول طاقة المنبه إلى سيالة تولد إحساساً معيناً في المركز العصبي المختص. شو يعني محول بيولوجي؟ يعني نحن منعرف المستقبلات دي كلها منسميها فيزيائية، يعني الضوء شيء فيزيائي، المادة أو كيميائية، المادة كيمياء. كيف بيفهمها الجسم؟ بيفهمها إحساس، بيفهمها ضوء، يعني بيحولها من الفيزياء إلى عالم البيولوجيا، إلى عالم الأحياء. بعالم الأحياء هذا الشيء بنسميه إحساس. الشغلة المهمة جدا نقولها إنه تغير طاقة شدة المنبه، تغير شدة طاقة المنبه تؤدي إلى تغيير في شدة الإحساس. ببساطة هيك، الصوت المنخفض بيعطيني إحساس، منخفض صوت منخفض، الصوت ارتفع شدة الصوت، ارتفعت شدة الإحساس، ارتفع إحساسي بأنه الصوت صار أعلى. وهي معناها أيضا بالنسبة لهي المخطط، مهم جدا شرحه هون، أتمنى أنكم تحفظوه جيدا. هون عنا كمان بكتابنا المستقبلات حسب نيكون، حسب طاقة المنبه تصنيف المستقبلات، وهون حسب المنشأ. انتبه له ليك تصنيف أنواع المستقبلات حسب المنشأ. فلدينا المستقبل هنا أولي، لأن هي طبعا استطالة هيولية، شي يعني جاذبة، تمام، برافو عليكم. نهاية هي اللي بتستقبل التنبيه. هنا بين النهاية وبين المستقبل وبين التنبيه لدينا الخلية، ولدينا مشبك بينهما. فلهون نحن وصلنا تعريف المستقبلات الأولية والثانوية والمقارنة بينهما، أصبحنا يعني جيدين جدا إن شاء الله فيهم. وهذا تعريف المستقبلات في خلايا تخصصت وتحويل إلى تحويل طاقة المنبه إلى كمونات عمل ترسلها على شكل سيالة عصبية. وهلأ شكراً لكم، لحتى نرجع لآلية العمل.